سيدي الرئيس، السيدات والسادة، زملاء أعضاء مجلس الشعب الموقر، من موقعي هذا ومن منبري هذا أرسل تحية لأبو عبده بغيابه 500 محروقة، وأطلب من الزميلة العفيفة سارية السواس أغنية بس اسمع مني. لا تطول ولا تكسر، خشمك عدنا يتكسر. قبل الثورة كان كل ما ينذكر مجلس الشعب قدامي يتخيل عدد كبير من كائنات بلا ملامح، عبارة عن مكانات تصفيق شغلتهم بس موافقين مع ما في شيء غيره. ومع بداية الثورة بلشت تتكشف ملامح هالكائنات وطلع لصوت مثل تبع قليل عليك المجرة يا سوبر هيرو. هذا الكائن تفوق على كل زملائه ونافق بطريقة مبتكرة ما حدا سبقه عليها، وبلشت هالظواهر بالتكاثر. فلماذا ما تعامل مثل هذا العمل؟ فأردوغان فردي فتحنا له الباب وفتحنا لهم معامل معامل. فلا تنسى ما نترك لواء اسكندرون لاخر ساعه، كنا مسامحينك بس الان ما نسامحك. لكن قنبله الموسم وكل موسم صاحب نظريه الطبل والزمر، اعتقد انه بياخذ جائزه نوفل كاغبى سيناتور في العالم. حاليا في انتخابات شكليه لتعيين اعضاء جدد للمجلس، قبند احد ابرز الوجوه اللي رشح نفسه مره اخرى واطلق برنامج انتخابي لا يشق له غبار. انا بدي اساوي واعمل بساوي المستحيل، ما انا نكذب، ما بحب الكذب، يعني ما بخاف من كلمتي. مره تشكرت الحكومه، بس انا بحب اساعد اي واحد بيقول لي كلمه الله يرحم امك بيك، او بيقول لي الله يخلي البلد. شوف لي قلك، بالرغم من انه الشيء اللي حكيته مبهر، بس هالدورة الانتخابية احتمال كبير ما لها خبزة فيها. راح تواجه منافسين اقوياء عندهم امكانيات بارزة مو موجودة عندك، وتربطهم علاقات حميمية بكل الضباط والمسؤولين. يمكن تكون الفنانة السورية سارية السواس من اعضاء مجلس الشعب السوري بعد انباء عن ترشحها. ايه الله يرحم ايام كان بالمجلس عباقرة ومخترعين وام البيارق كمان. شفت منافسينك يا حبيب؟ بعدين تعال هون بدي اسألك سؤال، انت مستأنس بألا ولا؟ لانه هالسنة ان ما كنت مستأنس لا تتعب حالك، القيادة الحكيمة حطت كل جهدها ليكون هذا الاستحقاق الديمقراطي حر وشفاف، يعني ما حدا بوجهك، انت بتروح بتستأنس لحالك وبترجع بتنام قرير العين. حسب توجيهات القيادة وجهنا رفاقنا ايضا بتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وبتعليمات قيادة المركزية، لأول مرة في تاريخ سوريا وفي تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي تشترك القواعد بناء على تعليمات ونوازم وتوجيهات السيد الرئيس كما ذكرنا في اختيار مرشحي الشعب البعثيين. اجتمع القوائم والنوابض هي كيف حفظانهم هدول؟ اقسم بالله دوختني، حافظ مش فاهم، خيشينا من هالكليشي وخبرني، الاستئناس في تدخل من فوق ولا ما في؟ هناك فلترة، هناك تأشير من الجهاز، والسيد الرئيس بشار الأسد في اجتماع لجنة المركزية الحزب قال سيادته على القيادة المركزية العمل بنتائج الاستئناس الحزبي. ايوه هي هي الزبده، القصه وما فيها انهم بعد ما حولوا مجلس الشعب لمجلس حجيات ودمى وعهات صار الوقت ليعملوا فلتره، في كام عضو كل دوره عم يفلت ويدخل بدون تزكيتهم، فالاقربون اولى بهالتنفيعه. مجموعه من الوحوش البشريه التابعين لميليشيات حزب الله في لبنان تناوبوا على اغتصاب طفل سوري ووثقوا هالعملية القذرة بفيديو صادم انتشر بشكل كبير. هذا الفيديو مو الأول من نوعه، تقريبا سنويا بينتشر فيديو أو أكثر عن عمليات اعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على أطفال سوريين من قبل طائفيين لبنانيين. طبعا نحن هون عم نحكي عن جزء من اللبنانيين وليس الكل. اللي خلى عمليات الاعتداء على السوريين بهالوقاحة وتتوثق بفيديوهات وتنتشر هو عدم خوف المجرمين من العقاب، عرفانين انه ما حدا رح يحاسبهم لعدة اسباب. اولا وبالغالب هدول الوحوش بيكونوا تابعين او مناصرين او محميين من قبل ميليشيات حزب الله اللي صادر القرار اللبناني وفرض سيطرته على الاجهزة الامنية بالزعرنة وقوة السلاح، فمن الطبيعي يكونوا فوق القانون والمحاسبة. النظام بيتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية لانه دار ظهره للسوريين حتى المؤيدين، ويا دوب ملحق لتهريب المخدرات على الحدود اللبنانية ومو همه شي تاني. ف
فشل المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بإيجاد حلول قانونية تحمي السوريين وتدافع عنهم، وكمان الأمم المتحدة بتحمل مسؤولية كبيرة لأنه اللاجئ محمي بموجب اتفاقية عام 51 للاجئين يلي رعتها وتبنتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. اللي ذكرته شيء عادي ومتعودين عليه، بس في ظاهرة ما عم أقدر استوعبها. هدول الكائنات عايشين معنا على نفس الكوكب، والمصيبة انه في عدة توصيفات نحن مجبرين يشاركونا فيها. المؤكد انه هدول تخلوا عن ادنى صفات الانسانية وصاروا وحوش قذرة بتشمت بموت الاطفال والانتهاكات اللي عم يتعرضوا لها بس لانهم عبيد وكل هم يرضوا صباط سيدي. وهلأ رح اترككم مع فيديو الحلقة. الى اللقاء.